شعبان اللي جه نادي الزمالك وراح انبي قبلها، كان موجود احمد شعبان، تلعب الكره تاني اماميه من سامح شوشه عند بيكلي في منتهى الخطوره، جول جول جول. قلت لكم الراجل ده خطير، بيكلي مش ممكن، بص قد ايه الراجل ده جاب جول في منتهى الجمال. بيكلي 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 واحد لبتروجيت، هو اللي عامل الازعاج، وتحس كده ان انت ما تعرفش تسيطر عليه. تحركات عشوائيه البيك قدام ال 18، انما مش عشوائيه بدون وعي، لان الراجل بيتحرك مش عارفين مكانه فين مع جيمس تيدي، ويقدر يشتغل كويس ويروح ويسجل الجون الاول. ادي اللعبه اهي، ويطلع علي جبر اللي بيدي هديه لبيكلي اللي بيحطها من تحت ايد ابو جبل، واحد لبتروجيت دون مقابل لنادي الزمالك. الاعاده للمره الثالثه، ادي اللعبه، وادي شملس بيكلي اللي بيسجل هدف التقدم. الدقيقه 26، واحد دون مقابل، اللي في اعتقاد الجون ده هيغير شويه من اربع مواسم. ملعوبه كره تاني، علي جبر لابراهيم صلاح. بدأنا في الدقيقة 44، آخر دقيقتين من الوقت الأصلي للشوط الأول، الزمالك متأخر بجول. أيمن حفني بينية خطيرة، خالد قمر، جول جول جول، بينية في منتهى الجمال، وخالد قمر، جول جول جول، هدف التعديل لنادي الزمالك في وقت إيه؟ وقت قاتل من الشوط الأول، يفرق معاهم كتير. إنما بينية بلسم، أيمن حفني عمل واحدة إيه؟ ما ترجعش، حلوة حلوة حلوة، بص شوف أهو. إنما اللي مشي ده يا ولد يا لعيب على التمريرة، ومشي أكتر من 20 متر، عمل بيهم الشغل كله. البداية من إبراهيم صلاح، وادي الشغل بقى أيمن حفني من وسط ملعبه. وقلت من 10 دقايق أيمن حفني بدأ يتحرك أكتر من البداية اللي كان عليها في أول اللقاء. 1-1، اللقاء بيبدأ يحلو. جونين في الشوط الأول، هو مجمل يعني العنوان الهجومي لكلا الفريقين، بصرف النظر بقى عن الأداء اللي كان متوسط أو أقل من المتوسط في فترات كتيرة. إنما التعادل 1-1، الزمالك عن طريق خالد قمر اللي بيسجل ثالث أهدافه النهار، يرجع بيها لحمادة طلبة، عرضية حلوة الجملة، خالد قمر ممكن يلف، إنما لف وما لفتش معاه الكورة لعبد الملك إلى توفيق، خطيرة، جول جول جول، حلوة حلوة حلوة، أحمد توفيق، إيه يا ابن الجمال ده؟ جون جميل 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 جوه ال 18، قلت لعيبة نادي الزمالك الهجمة حلوة، الجملة حلوة، وتوفيق من مكان صعب يحطها فين؟ في الزاوية البعيدة، الشناوي بيقول أعمل إيه؟ إنما جميلة جميلة يا توفيق. الجون التاني لنادي الزمالك اللي بيرجع بالتقدم بعد ما كان متأخر بجون، بص الحكاية من أولها، آدي أول الحكاية يا احمد علي، بهدوء عملها لحماده طلبه، واتنقلت، خالد قمر جه يلف ما لفتش معاه، جت مصلحه، وعبد الملك يا ولد يا لعيب بكعبه عملها في منتهى الجمال. توفيق، حلوه الحكايه من اولها، حلوه القصه من اولها. ادي خالد قمر اللي اتنقلت الكوره بقلشه، والقلشه هي اللي عملت الجون ده، ونقلت احمد عيد عبد الملك. 2-1 لنادي الزمالك اللي النهارده تفوقوا على نفسهم من اخر 10 دقائق من الشوط الاول، وبدايه الشوط الثاني بيحطوا هدف التقدم. الدقيقه 16، بدايه الدقيقه 16، احمد توفيق اللي بيسجل الهدف رقم 6.